مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة كتير سهلة وسريعة وعن جد روعة، كتير طيبة. بهيدا الشكل شايفين شو روعة، عن جد كتير كتير كمان طيبة. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا بصلتين حجم وسط قطعتهم بهيدا الشكل شرائح، كمان عنا ملح، الملح عالذوق، كل مرة بقلكن نفس الشي، ونص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقتين صغار شراب، صلصة البندورة، أربع معالق طعام زيت نباتي، كيلو صدر دجاج مقطع بهيدا الشكل، كمان حب ونص فليفلة مشكلة، ممكن نحط لون واحد فليفلة ما في أي مشكلة. بحط الزيت بالطنجرة، بسم الله، كمان البصل، بحط رشة ملح خفيفة وبقليهن على الغاز. بس قلت البصل بهيدا الشكل شي بسيط، هلا بحط الدجاج. غطي الطنجرة وكل حوالي 3 دقايق بحركن. بس استوى عنا صدر الدجاج نص استوى، هلا بدنا نحطه ونخليط الباقي الفليفل الشراب البهارات. كمان الفليفلة، كاسة مي صغيرة، ويلي بحب يضيف فوق النص ملعقة صغيرة حار، انتو حسب الرغبة. هلا بغطي الطنجرة وبتركن يغلوا مع بعض ليستوي الدجاج والخضرة. بختار عنا الدجاج استوى بهيدا الشكل هو والخضرة، هلا منحط الغاز، منكفي مع بعض الطريقة. هلا بحطهم على جنب، بدي لف انا وياكم السندويشات. عندي جبنة موزاريلا، خبزة تورتيا، جبت هيدي النوعية، منلفهم منحطهم بالفرن. إن شاء الله الوجبات والحلويات اللي عم بعملكن إياها يكونوا عم بينالوا إعجابكن، وقد ما فيني مثل ما ملاحظين عم بعملكن إشياء كتير سهلة وسريعة ما تاخد معكن وقت بالتحضير. هلا منلف بالساندويش بهيدا الشكل. هلا منحط الجبنة، بحطهم بفرن حامي على درجة 250 من الأعلى فقط لتذوب الجبنة. هذه الوجبة اللي عملناها مع بعض بعد ما طلعت من الفرن، وعملت على جنبها جد سلطة،
بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.